وهنعمل من بواقي التلاجة رز بالبشاميل. فأنا عندي شوية رز أبيض مصري، لكل كوباية من الرز كوباية من المية السخنة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة نصها زيت ونصها زبدة، على نار عالية جدا من غير غطا، على نار عالية جدا بالغطا، وبعدين نار واطية جدا بالغطا تلت ساعة لحد ما يستوي. عندي بسلة وجزر مسلوقين عشان كنت أعمل بيهم صنف، أو كيس فروزن هستخدمه زي ما هو لأن ده أساسا بيبقى مسلوق فمش محتاج أي حاجة مني أنا، تمام. عندي شوية جبن موتزاريلا على تشادر على فلامنك على بارميجان على رومي، يعني ميكس جبن كده عندي في التلاجة، رحت واخداهم وطحناهم في الكبة واستخدمهم قبل ما يبوظوا. بعد كده عندي بشاميل، البشاميل قلنا كوباية الدقيق عليها كوباية اللبن عليها معلقة دقيق على البارد، أقلب بعدين أرفع على النار أقلب لحد ما يتقل، بعد ما بيتقل بقوم مدياله لكل كوباية من الدقيق ربع كوباية من لكل كوباية من اللبن ربع كوباية من الكريمة، وبديله مكعب زبدة ملح وفلفل قرفة وجوزة الطيب. بقى عندي بشاميل، العصاج، فلفل، بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل، حبهان ومستكة ولورا، قرفة وجوزة الطيب، وسبع بهارات. وبعدين بعد ما بيسخنوا بنزل عليهم اللحمة على نار عالية جدا وافضل اقلب لحد ما بقى عندي العصاج. خلوا بالكم ان احنا في تحضيرات رمضان عملنا العصاج وشلناه في الفريزر، عملنا البشاميل وشلناه في الفريزر، فانتوا لو عندكم في الفريزر مع الكيس بتاع البسلة والجزر طلعوا وابتدوا اشتغلوا على طول. اوكي هنعمل ايه بقى؟ يا نهلة عايزة بولة كبيرة، هحط الجبنة هنا علشان عايزة أخلط كل الأمور دي ببعضها، برضو هحط لهم نقطة بشاميل. آدي البسلة والجزر، حطيت بشاميل للرز وآدي البسلة والجزر وعليها اللحمة أهو، وعليهم نقطة البشاميل برضو، وهقلب الجبن بقى تحطوها في النص، تحطوها من على الوش بس تحطوها في النص وعلى الوش براحتكم، مش عايزين جبن خالص مفيش مشكلة، نوع جبنة واحد برضو اوكي. كويس اوي كده. الصينية او البايركس او ايا كان نص كمية الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، وفرت كويس قوي. خلوا بالكم ده مش هيقعد 10 دقايق في الفرن لانه كل حاجة مستوية، يا دوبك انا عايزة ادخل الامور في بعضها واسخن المكونات وادي اسيح الجبنة مش اكتر من كده، فمش هيقعد كتير. وبعدين حاضر الحشوة، وبعدين طبقة تانية، من الرز حطينا الرز اللي حطينا عليه شوية بشاميل، وبعدين حطينا العصاج وال والبسلة والجزر اللي حطينا برضو عليهم شوية بشاميل، وبعدين بقية الرز، وبعدين بقية البشاميل فوق وعليه الجبن. دلوقتي بقى هندخله الفرن، هيقعد قد ايه في الفرن؟ حوالي 10 دقايق ربع ساعة مش أكتر من كده، مشغلة من فوق ومن تحت، لأني ما عنديش أي حاجة بتستوي، أنا يا دوبك عايزة الدنيا تسخن مع بعضها والجبن تسيح. أول بشاميل ياخد وش لو أنا مش هحط جبن، مفيش مشكلة. أوكي؟ ونقفل